قدوم عيد الأضحى المبارك، وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية الخراف الحية بشوادرها، وأيضا طرحت للمواطنين بأسعار مخفضة العديد من الأنواع من اللحوم، وذلك استعدادا لعيد الأضحى المبارك. وزارة التموين بتزود من استعداداتها ومن الكميات اللي بيتم طرحها في الأسواق، يعني ضخينا أكثر من 6500 راس من اللحوم الحية السوداني، بالإضافة إلى 4000 طن من اللحوم المجمدة. ضعفنا الكميات اللي بتخش المجمعات، حوالي 1500 مجمع الكميات اللي بتخش لهم من 150 إلى 200 طن في اليوم. الأسعار الحمد لله ممتازة جدا. في إشراف بيطر أساسا عند الاستلامات بيشف على الخراف الحية، يشوف أنه طبق للتضحية، لشروط التضحية من عدمه بيستلم منها المطابق طبعا، وأي حاجة فيها عيوب بيجنبها على جنب. الخراف الحية في الشوادر أساسا بتتباع أساسا كيلو ب90 جنيه. جاء ذلك بالإضافة إلى ضخ الوزارة أكثر من 120 طنا من اللحوم السودانية الطازجة والبرازيلية المجمدة واللحوم الضاني بالمجمعات الاستهلاكية المختلفة في أنحاء الجمهورية. أسعار اللحوم السودان الطازجة اللي ورايا ديت 115 جنيه للكيلو، أعتقد إن ده تخفيض كبير جدا عن أسواق القطاع الخاص اللي موجودة بره. بالنسبة للحوم البرازيلي المجمدة، إحنا بنتكلم على ضخ يومي بيصل إلى حوالي 40 طن من اللحوم البرازيلي المجمدة، أسعارها وزير التموين خفضها من 90 جنيه إلى 85 جنيه. الشركة المصرية لتجارة الجملة تبع لوزارة التموين والتجارة الداخلية قامت بالاستعداد لعيد الأضحى المبارك إن شاء الله بتوفير جميع السلع الحرة والسلع التموينية، وتم ضخ السلع التموينية بكميات كبيرة في خلال البدلين التموين ومشروع جمعيتي التابع لوزارة التموين، والسلع الحرة تم ضخها في جميع المجمعات التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة والسوبر ماركت. سيف محمود لبرنامج كلمة السر.